معناه ان غادي يكون انيميا غادي تنقص، ما غاديش يبقاش فقر الدم، ثم كذلك هشاشات العظام. فهي تدخل في الخضر المغذيه للجسم، وهي اللي كتعطي للجسم نسبه هائله ديال هذه المكونات بما في ذلك الكاروتين والفيتامين ا. لماذا؟ لان الخضر الاخرى ما كتعطيهاش، كتعطيها ولكن كاين هناك مثبطات اللي كتحبس الهضم بحال بيروكسيدات مثلا. البطاطا ملي كنشوفوها كنقليوها في زيت كتكونوا بيروكسيدات وميلانويدات كيحبسوا الهضم، يعني كيولي مشكل كيحبسوا الهضم. البطاطا الحلوه لا، يعني ما نوصيش النساء يقليوها، ما يحاولوش كاع، خاصها تطبخ بطريقتها، اما على شكل خضر طبيخ مع اللحوم والاشياء هكذا، ولا في الكسكس، ولا على شكل الشوربه، ولا يشويوها، ولا يصبع مثلا عندنا صلصه، لما لا؟ لان معروفه هي في الشرق كيشويو البطاطا غير حلوه. الصلصه ديالها غادا تكون حلوه، لان الناس كيسموها حلوه لان الفريكتوز كيحلي اكثر من الجلوكوز، يعني قليل اللي كيعرف هذه القضيه دي. الفريكتوز حلو اكثر من الجلوكوز، هذاك الشيء علاش هما ذاك المذاق هو ماشي الحلاوه اللي كنعرفوا، يعني الحلاوه ديال البطاطا حلوه ماشي هي الحلاوه طبعا ديال التمر ولا ديال العسل، ولكن الحلاوه ديالها هي في الشكل. علاش؟ لان كنسميو ديك لاسيديتي ديك داك اللوغو سكري اسيد اللي عنده واحد لاريير. فهنا ما نظنش يكون اي مشكل، والناس ما يتخلعوش، يعني ما نظنش تتشكل عليهم خطر، يعني ليس هناك اثر جانبي الا حاله بسيطه، الناس اللي عندهم قصور كلوي كاين بوتاسيوم يحاولوا يبخروها فقط. والا الناس اللي عندهم كوليسترول، والناس اللي باغيين يضبطوا الوزن، والناس اللي عندهم انيميا، والناس اللي عندهم الحساسيه مثلا لبعض الخضر الاخرى، الحساسيه لبعض الخضر الاخرى، لان كاين اللي كياكل مثلا اللفت المحفوره ولا اللفت الصفراء كيوقع له انزعاجات. البطاطا الحلوه ما كديرش انزعاجات، وهذه الانزعاجات اللي كتعمل ملي كياكلوها الناس في المره الاولى غير يستهلكوها واحد 3 ايام ولا 4 ايام غادا تمشي. علاش؟ لان اعاده توازن الفلورا، ومن بعد هذوك الغازات ما كيبقاوش يتكونوا، وليس هناك اي مشكل. لا تضر حتى الاطفال الصغار، بالنسبه للنساء اللي بغاو يصايبوا واحد شويه الشربه للاطفال الصغار ما يعطيوهاش لهم طازجه، ما تضرهمش، هي لا تضر، ولكن يسلقوها مع خضر اخرى، يطيبوها مع خضر اخرى ويطحنوها ويعطيوها الاطفال، لان كنلاحظوا على ان النساء الخضره اللي كيعطيوها بكثره الاطفال ديال 4 شهور و6 5 هي البطاطس. نعم البطاطا الروميه. نعم البطاطا الروميه كيغلاضوا. نعم هذه البطاطا الروميه. علاش؟ لان البطاطا الروميه عليها هي مغذيه من حيث السكريات، لان فيها النشا، والنشا كيتهضم، ثم انها سهله، العائلات كيلقاوها موجوده في السوق العام كله، ثم سهله دغيا كتسلق. البطاطا الحلوه كتكون دائما موسم واحد في الخريف، دغيا كتعجن، دغيا كتصايب. هذا علاش النساء كيمشيو للاشياء السهله مع المرات. والصفرجل النساء ما كيبغوش الصفرجل. علاش؟ لانه متجاعيد وثقيل وقاصح وما يبغيش يتقشر لهم. ويعني حتى الطياب ديال الصفرجل دابا النساء كيعرفوا غير جوج، اما كيديروه مع القرفه ولا كيديروه مع السكر ولا صافي، ما معروفش دابا. لا ولكن كاين، حنا كنا كنديروه في الشمال كنشويوه، كيتشوه، كيدير مربى، كيدير عصير، كيدير شوربه، كيدير كل شيء. الصفرجل يعني يزيد الطعم. هاد يعني هاد البطاطا، هاد البطاطا الحلوه، يعني هذه هي فصليه، يعني تكون فصليه موسميه. نعم كتكون دابا في شهر 9 وحتى لشهر 10، تبقى في السوق حتى لشهر 10، وما يقدروش يخزنوها الناس اللي عندهم مثلا هذوك التخزين تحت البروده، ما يقدروش يفوتوا واحد جوج الاسابيع ولا ثلاثه في التخزين ديالها من بعد ما يكمل الموسم ديالها. لماذا؟ لانها هي غنيه بالانزيمات، غنيه جدا بالانزيمات، هذيك فيها الاوكسيداز والكاتالاز والبيروكسيداز، غنيه بالانزيمات، فيها انزيمات اخرى يعني، وفيها حتى فيتوستروجينات، يعني بحال النساء مثلا اللي عندهم مشكل ديال الدوره الشهريه ديال الخلل الهرموني ولا حال المينوبوز، هذه يعني سين الياس، عندهم ديك السخونيه اللي كنسميوها حنا الشوك، لو شوك تيرميك ديال هاد النساء، هادو من الاحسن يرجعوا نباتيات. ومن جمله النبات اللي كيساعدهم هي هاد البطاطا الحلوه، يبقاو يستهلكوها، هي جيده. علاش؟ لان هي ما كتخليش الكوليسترول يتكون في الجسم، وهاد النساء هادو من بعد سن الياس كيبداو يكونوا كوليسترول، فهي تحول دون تكون الكوليسترول في الجسم، ثم انها هي المشكل ديال المعدني ديالها اللي فيها الاملاح المعدنيه مثل الحديد، والحديد جيده للمراه في هذا الدور. علاش؟ لان العظام ماشي غير الكالسيوم، العظام فوسفور كالسيوم حديد، وعاد فيتامين دي، وعاد فيتامين ا، يعني خاص الناس يفهموا بان راه كاين اشياء كثيره ما كاين اللي غتعوض هذا، حيت الناس كيسمعوا دابا العظام كالسيوم، هي ماشي غير العظام كالسيوم، هي ماشي غير كالسيوم، هي كاين هرمونات وكاين اشياء اخرى اللي كتبدل الكالسيوم، ولا يعني الحديث الفيزيولوجي داخل الجسم ومعقد جدا، غير الطبيب تيبسط للناس، كيبغي يفهمهم بلغتهم ويبغي يبسط لهم، تقول لهم راه عندكم نقص في الكالسيوم، خاصكم الكالسيوم، تاكلوا اشياء اللي فيها الكالسيوم، كيقول بحال الحليب، بحال الاشياء بحال هذا هو اللي كاين. اما هاد البطاطا الحلوه كيلاحظوا انها من النساء ملي غادي يقطعوها كيلقاو واحد الحليب. نعم فعلا
هذاك نعم لماذا؟ لأن هذاك الأشياء الدائبة هذيك الإنولين هو سكر دائب، وهذيك الإنولين ملي غادي يطحنوها ويصفي ورا ما غادي يلقى والو، لأن غادي يذوب هذاك الشيء، غادي كله يذوب. كاين اللي كياكلها خضرة، هي أحسن تكال طازجة، وهي علاش؟ ملي كتكال طازجة كتدخل في الهضيمات، كتدخل مع الهضيمات، كتمشي مع الفجل ومع الخيار ومع الفقوس وداك الشيء. لماذا؟ لان وممكن دار سلطات، انا يعني هذيك العيالات ملي ما يلقاوش مثلا الخيار ولا حاجه، هي بطاطا حلوه هي احسن هاضم، هو بطاطا حلوه هي مغذيه وهاضمه في نفس الوقت يعني. ولكن النساء ما قطعتيها كتجي بحال التفاح، عجيبه. هاد البطاطا الحلوه فيها الانزيمات، وانزيمات بكثره، غير كتاكسد. نعم كيولي داك اللون اسود، داك الشيء علاش هي ما يقدروش يخزنوها، علاش؟ لان دغيا دغيا كتهرى، دغيا كتطيب، كيولي داك اللون اسود، وحتى الحشرات ودغيا كيمشيو ليها، لان هي فالاوراق الان ما معروفش الاوراق ديال البطاطا الحلوه انهم الناس كياكلوهم. الان ما كاينش علاج كيماوي، البطاطا الحلوه من الفلاحه ما كيعالجوهاش كيماويا، لان هي من الخضر القويه، وهي من المغرب خصو يمشي في هذا الاتجاه. المغرب خصو ينتج خضار لا تتطلب اي شيء، ما تطلبش مصاريف، لان هذه البطاطا الروميه هذه نحن نستورد الزريعه ديال هذيك البذور ديال هذوك، نستوردوهم. البطاطا الحلوه كان لا لا بطاطا الحلوه كاين، لا بطاطا الحلوه اصليه في المغرب. بطاطا الحلوه كيزرعوا غير لي بوتير، غير دوك العراش ديالها كيزرعوا، سهله سهله هي الزراعه ديالها، اسهل ما كاين، غير هي كتبغي كتبغي واحد التربه قاصحه شويه، لان الا لقات التربه تليه كتهبط بزاف، ما يقدروش يحفروها الفلاحه، كتبغي تربه قاصحه باش ما تخليهاش تهبط وباش تكبر هذيك لي تيبيركول ديالها، الجذوره ديالها يكبروا. هذه بطاطا الروميه كنستوردوا البذور وكنديروا المبيدات انت، وكتطلب ري كبير هذه البطاطس هذه، وعندها حشرات، يعني عندها حشرات اللي كيتقبوها. لا هي البطاطا الروميه عندها حشرات يتقبوها، يعني ما كانوش مبيدات في التربه. هذه بالنسبه للبطاطا الاخرى. نعم. مبيدات في التربه، ومبيدات حتى في الماء اللي كتسقى به. البطاطا الحلوه العكس ديالها، البطاطا الحلوه ما تحتاج حتى شي حاجه، كيزرعوا الفلاحه اللي بوتير كيعطيوها الماء، الى زادوا الغبار هائل، الى ما زادوش الغبار هي خاصها غير تربه غنيه تكون جيده. المناطق كلها المغرب تصلح للبطاطا الحلوه، المناطق كلها في المغرب بدون استثناء. الان كاينه في الشاويه، كاينه في قصب التادله، كاينه في سوسماسا، كاينه في السايس، كاينه في اللوكوس، كاينه في بركان، كاينه في العروي، كاينه في في الغرب، كاينه في يعني البطاطا الحلوه كاينه في المغرب كله. غير بعض انواع التربه بحال مثلا الغرب من ناحيه العوامره عندهم واحد التربه رطبه، يعني تربه خفيفه رطبه، يعني ما كيديروا كاوكاو، كيديروا بطاطا الروميه. علاش؟ لان هذيك، وكيديروا حتى لافوكا، لان هذيك التربه تصلح لهذ ليكيلتور، لهذ المزروعات هذه. ولكن المناطق الاخرى يعني حتى في الغرب، الغرب من جهه اليمين، يعني من جهه سيدي قاسم ومن جهه هذا، كاين الغرب ديال التيرس. من جهه هذاك غرب، يعني البطاطا الحلوه هذاك هو البلاصه، هذيك هي البلاصه ديالها. فيعني نبات طيب، نبات جميل جدا، ونبات قوي بالنسبه لنا احنا، يعني كبلد منتج لهذا. وبالعكس نحن يجب ان نفتخر بهذه البطاطا الحلوه، يجب ان نفتخر بها. دابا المشكل هو ان الناس هاملينها، ان نستهلكها في الموسم ديالها باقصى ما يمكن. نقدروا الناس يعني حتى الا كان الشخص يمشي للسوق ويشتري يعني 5 كيلو 6 كيلو بطاطا حلوه، وممكن تستهلك في يومي في الغداء وفي العشاء، على شكل يشوف الغداء يخضر بها وفي العشاء يشعل على شكل شوربه. نعم يستهلكوها باقصى ما يمكن، وخصوص الخضار الان المتزامنه معها. هي الصفرجل، البطاطا الحلوه، كاين البصله، كاين القرع، القرع الحمراء دابا، وكاين البطاطا القصبيه. الان هذه كلها خضر خريفيه جيده وكلها مفيده للجسم. لازم الناس يستافدوا منها، ما كتبقاش كثير، كتبقى شهرين في السوق. الناس ديال داء السكري ما يخافوش منها، ما يخافوش، ما يتخلعوش، ما كاينش مشكل. ما طبعا داء السكري ما خصهمش يكثروا في الاكل، اولا خصهمش يكثروا في الاكل، وخصهم الوجبات ديالهم تكون 6 و7 اخترنا مستمعي الكرام في هذه الحلقة بإذن الله الحديث عن البطاطس الحلوة أو البطاطا الحلوة كما كنقولوا لها طبعا. فتستحق البطاطا الحلوة أن تحتل مكانا متميزا على المائدة لما تحتويه من فوائد غذائية عالية.
فهي تحتوي على فيتامين B6 وتعتبر مصدرا جيدا لفيتامين C وفيتامين A. والبطاطا الحلوة غنية بالبوتاسيوم والألياف، وأيضا مغذية جدا وسهلة الهضم، وهي تساهم في تخفيف من عوارض القرحة والتهاب القولون، كما تساعد أولئك الذين يعانون من مشاكل الدورة الدموية، وتساهم في تطهير الجسم من رواسب المواد المعدنية الثقيلة مثل الرصاص والزئبق والنحاس. والبطاطا الحلوة تحتوي على كمية عالية من مادة الكروتين الذي الذي يحمي البشرة من أشعة الشمس، أليس كذلك يا دكتور؟ ويخفف من عوارض الروماتيزم، ويساعد في عملية امتصاص الحديد في الجهاز الهضمي. إذن سوف نستمتع معكم دكتور بفوائد هذه الخضرة بعد أن أعلن للمستمعين الكرام أنهم يمكن المشاركة في البرنامج بالاتصال على الأرقام الهاتفية التالية 0537-68-51-00 أو 0537-66-17-26 أو عبر بريد الإلكتروني للبرنامج نخل رمان @snrt.ma. دكتور محمد الفايد، ما هي القيمة الغذائية التي تحتوي عليها البطاطس الحلوة أو البطاطا الحلوة، وكيف يمكننا أن نستفيد منها؟ يعني هناك قيمة غذائية طبعا لهذه الخضرة وكل الخضر. بسم الله الرحمن الرحيم، يعني ما شاء الله وسبحان الله، الله سبحانه وتعالى عنده في خلقه شؤون، ولكن هذا الإنسان لا يعني يتنبه لهذه الأشياء، وأن هذا الكون له خالقه وله صاحبه سبحانه وتعالى، ولا يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. وهو دائما ميال، ولذلك في يعني الخطاب القرآني كيبين على أن الإنسان ميال للخطأ وميال للفسد، والله جعل له الحل، يعني أعطاه الحل، الحل بين أيدي، عنده الأدوات باش ما يمشيش للخطأ وباش ما يمشيش للفساد، اللي هو الشرع دي الله سبحانه وتعالى، واللي هي الأحكام اللي جات في كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني الله سبحانه وتعالى يقول وآتاكم من كل ما سألتم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. يعني شوف، يعني نبيين الله سبحانه وتعالى الميول ديال هذا الإنسان فينا. ولذلك شوف مثلا، ها احنا كنسميو في المجتمع ديالنا البطاطا، كاين البطاطا اللي كنا كنقراو في المدرسة الابتدائية، كنا كنقراو البطاطا والبطاطس. يعني حتى من الناحية اللغوية كان المعلم رحمة الله عليه، المعلم ديالنا اللي قراني في الابتدائي، كان كيبين لنا الأشياء، يعني كان مربي ماشي معلم، كان معلم وهم مربي، كان تيقولنا البطاطا بالألف هي البطاطا الحقيقية، هي البطاطا الحلوة. ثم هذيك البطاطس كان تيقول لنا بواحد الطريقة يعني ساخرة، هذا المعلم تيقولنا البطاطس هكذا. فهذا وكان عندنا واحد النص هذيك الساعه في هذيك السلسله ديال احمد بوكماخ، واحد السلسله كانت فيها اكله البطاطس، وكان المعلم رحمه الله عليه كيفسر لنا، كيقول لنا هذه الاشياء الان ستصبح اشياء صناعيه، وهم الان يريدون ان يغيروا استهلاكنا عبر هذه المسائل التربويه. فعلا كلامه صحيح، وهذه قالها المعلم في 1900 رحمه الله عليه في القسم، انا كنت كنا احنا في القسم الابتدائي الثاني 1963 قالنا هذا و63 الان احنا كنشوفوا بان يعني البطاطا اللي كنسميوها احنا نعم اللي كنسمي لا المعلم قال هذا المعلم هذيك الساعه ما عرفناش، ولكن الان عاد فهمت شنو قال لنا في 1963. لان علاش؟ لان مشكل الموضه ضرب المنتوجات ديالنا، ان البطاطا الحلوه الان لا احد يبحث عنها ولا يسال عنها ولا يعرفها ولا حتى ينظر اليها، ولكن البطاطس ليس هناك الان منزل بدون بطاطس اللي كنسميها البطاطا الروميه، انها اصبحت صناعيه ومصنعه. كاين الان دابا الشيبس وكاين الفريت وكاين المسائل هذه اللي محضره من 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 هذه البطاطس، واصبحت متداوله في جميع الازقه والشوارع والمقاهي والمطاعم. ان الانسان دابا ملي كيمشي ياكل كياخذ مثلا لحوم مثلا دجاج معاهم بطاطس مشويه، يعني كل وحتى الاطفال الان ولاو كيبغوا البطاطس مشويه، حتى الامهات ملي كيبغوا ولادهم ياكلوا كيديروا بطاطس مشوي. هذه طريقه استهلاك فقط. نعم قليله. من 1963 المعلم ديالنا اش كان بغى يقول؟ كان بغى يقول بانهم سيرين كيعلمونا نستهلكوا المنتوجات ديالهم، ويعلمونا الاشياء اللي غادي يصنعوها لنا باش استراتيجيا يستوليو على الاستهلاك.